اخ يا ابو حمد، لو بيزوز جابر ياخذ بنتي كريمة والله ما كنت رح لاقي لها احسن منه. بس يقبر عيني، انا مرضعته وصار ابني برضاعه. ايش شايف كيف فرحان انه ابن اخي ياخذ من برات عيلتنا؟ طب لا تواخذني بهالكلمه، شلون وافقتوا على ابن ابو عطا ياخذ بنت اخوك عايشه؟ اي والله والله كانت حفره تنزيل على حمدي. ابو عطا اصر على المبادله والا ما بجوز بنته لجابر. يعني حكر على اخي واختي ما قدرت تتعارض. ايه نصيب، والله كانت هالمبادله نحن اولى فيها. مين يا مو؟ ابو سعد والحارس يا مو، جايب لك اجره البيت. هات لشوف. هات يا مو، فوتي لجوا بسرعه ها وخذي طريق يلا. ليش؟ كمان اجى ابو عطا بده يشعل ابي، يلا يا مو يلا. وشو جابوا هاد؟ ومنين عرف انه ابوك مريض؟ اكيد اخي هشام مخبره امي، ليش في غيره؟ يلا مو يلا. ما تقطعوا الزلمه لا هو ولا كل عيلته. يا امي يلا بقى الزلمه على الباب. يلا يلا، شرف عمي ابو عطا شرف. لك يا باطل ما خسر جوع يا ابن العم. لك لا جوع ولا شيء، رحت على البيت لقيتهم عاملين طباخ روحه. ايه ما بحبها، قلت لحالي بجي على بيت عمي بتعشى. شفت؟ مو بس انا ما بحب الطباخ روحه. ولك انت وياه اثنيناتكم ما بتعرفوا طعمتكم، في اطيب من الطباخ روحه. هلا خلينا نشوف ستي شو عملت لنا هيك شيء اكله مدلله. يا سيدي ستك شو ما كانت عامله بيتاكل، شرفوا ان شاء الله بتكون عامله طباخ روحه. مو على كيفك. لك ولي على حظي، ولي على حظي، لك كمان بده يتعشى عنا، مو حاسس حاله قديش ثقيل. زهرية شو صار لي؟ اختي انا ما رح احط لهم عشاء، روحي حطي لهم عشاء لحالك. يلا يلا روحي ماني رايحه. لك زهرية عم اقول لك ماني رايحه. يبعث لك حمى على هالجقاره. خلص روحي روحي. ولك حاجتك ابو الصيف. يسامحك يا ابي على هالرميه رميتني اياها. ان شاء الله بتشرب وسم الكراتي. هي ليلة وبتمضى يا مو، المهم يفرحوا الأولاد. الله يستر يا مو. شبك يا مو؟ يمكنك ما نعاجبك يلي رح يصير. طالما هند حاطة إيدها بالموضوع خايفة ما يتم الفرحة يا مو. وكلي الله يا مو. لا إله إلا الله، يا رب فرحنا بالأولاد يا رب. تفضل ابن عمي. يسلم والديك. الله يسلمك يا رب ويخلي لنا إياك. با ممتي ان شاء الله نومك بلا فيها. حق علي انا اللي جوزتك.